السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. مدرب منتخب مصر وقائمة منتخب مصر والاختيارات اللي اختارها روي فيتوريا ما فيش فيها ولا لاعب من نادي الزمالك، واختار 5 لعيبة تقريبا من النادي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأيمن أشرف وحمدي فتحي، دول من النادي الأهلي 5 لعيبة. كان الاخ هابل كوم في فتره طلع في مداخله ليه على شاشه التلفزيون قال لك هيستبعد روي فيتوريا لعيبه النادي الاهلي من المعسكر القادم، وبعدين رجع في كلامه قال لك لا مش هتكلم عن النادي الاهلي، وبعدين انا افتكرت السؤال اتقال على لعيبه النادي الاهلي المصابين، لكن على ما يبدو ان اللي هيتم استبعاده اللي هم كان لعيبه نادي الزمالك عشان يطلع يحصل لغط كده، الاهلي يبقى الاعلام الزملكاوي هاجم بقى المدير الفني الجديد واتحاد الكوره فالاهلاويه ده، فهو بتلاقي اللي هيتم استبعاده هو لاعبي نادي الزمالك. الزمالك عنده مباراه كاس لوسيليوم 9، وعنده حتى الان بيحاول هانا بوريده مع الاتحاد الافريقي لكره القدم، لكن نادي التشادي قرر انه هيلعب في ياوندي وارسل يوم 10 للاتحاد الافريقي. حتى الان لم تسفر محاولات هانا بوريده عن شيء، ربما خلال اليومين اللي جايين يتم الاعلان عن موعد جديد. الزمالك كان بيحاول يلعب المباراتين على ارضه، لكن الفريق تشادي قال ان هيلعب في ياوندي في الكاميرون لانه صعب انه يلعب على ملعبه، وبلغ الكاف وتحدد المباراه كان احد ايام 9 او 10 او 10 او 11، فتحدد يوم 10 من جانب صاحب الارض هو اللي بيختار ويحدد موعد هو الفريق تشادي، لكن زي هناء بريده. وكان مرتضى منصور قال لك هنلعب مباراه كاس لوسيل في قطر يوم 9، ولو الامور وقفت وتأزمت قوي هنطلع بطياره خاصه على الكاميرون يوم 10، علشان هيلعب 9 ويطلع يلعب يوم 10. علشان كده المدير الفني كان قال قبل كده فيريرا ان ازاي اشمعنى العب الدور التمهيدي وبتاع بالمزاج، لكن لو ما كانتش مباراه لوسيل الوديه ما كانش حد لكن طالعين دلوقتي اللي عليها بطوله يعني، لكن ما كانش حد هيتكلم ولا كان هيفتح بقه، ولكن بيمهد مثلا ممكن نخسر هيطلع. انت مش دار على $1.5 مليون البرادس يا عم فيريرا، خلاص بقى العب يعني، انت احنا مالنا، انت هتحدد وبعدين انت اللي هتخلي الفرقه، انت بتلعب النهارده مثلا على سد القاهره وحددت يوم 10، يجي الفرقه اللي جايه تلعبك يقول لها لا والنبي انا عاوز العب يوم 12، ايه يا جماعه في ايه يعني. المهم نرجع تاني لقصه فيتوريا، فما اختارش لاعب من لعيبه نادي الزمالك. الزمالك عنده مباراه كاس لوسيل وعنده مباراه الافريقيه الدور التمهيدي ال 64 ذهاب واياب، الجوله الاولى 9 و10 و11، الجوله الثانيه 15 16 و17 او 16 و17 و18. طيب منتخب مصر عنده مباراه امتى؟ عنده مباراه مع ليبيريا والنيجر، مباراة يوم 23 ليبيريا تقريبا، ومباراة يوم 27 النيجر. الزمالك اخر مبارياته يعني هتكون يوم 18، موعد ممكن يلعب يوم 16، ممكن يلعب يوم 17، هو احد ايام 16 17 الاتحاد حتى الان لم يتم تحديد موعد مباراة العودة يعني. فانت عندك 19 و20 21 22 وهتلعب يوم 3 4 5 ايام قبل مباراة منتخب مصر. هل روي فيتوريا هيريح لعيبه نادي الزمالك ومش هيضمهم للمعسكر؟ اعتقد لو كان هيضمهم كان قال فلان وفلان وفلان وفلان. ها. زي برضو اللعيبه بتاعت المنتخب المحترفين قال لك هنخاطب الانديه بتاعتهم ولسه ما اعلنهمش، لكن انت بتتكلم عن اللعيبه المحليين، لو كان في حد من الزمالك هينضم كان ضمه يعني، لكن هو سايب اللعيبه بالاتفاق مع المدير الفني نادي الزمالك فيريرا لاراحه لاعبي نادي الزمالك، واللاعبين لاعبي النادي الاهلي ما حدش ريحهم، ما حدش طبطب عليهم، ما حدش وقف جنبهم في كاس العالم للانديه، ما حدش طبطب عليهم هنا في الدوري المصري ولا فتحوا المباريات ولا فردوا جدول، ضغطوا جدول المباريات، لكن الزمالك كله يطبطب كله يريح ما فيش اي مشكله. ده لسه امبارح كان بيلعب اللاعب محمد عبد المنعم مع النادي الاهلي، خش يا عبد المنعم ها جيب اللعيبه، لكن الزمالكاويه الفرقه بالكامل لا تما لا احنا مش عاوزين نجهدهم، مش عاوزين نتعبهم. يا سيدي اجهد لعيبه النادي الاهلي في بطوله امم افريقيا في كاس العرب والنادي الاهلي، والبعض طالع ايوه كمان رغم هذا الاجهاد لك يشكك في وطنيه النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب. احمد سيد زيزو بيثير الجدل بتلميحه للاحتراف خارج نادي الزمالك، وزي ما قلت حضراتكم امس اول امس ومن 3 ايام ان احمد سيد زيزو عنده عده عروض، والده بيطلع على الشاشه التلفزيوني يتكلم بيلمح
قال لك في أندية ونانت وغيره من فرنسا وأندية أخرى، لكن عايزين نخرج من نادي الزمالك، مش عايزين نفعل الشرط الجزائي. وقال لك في جلسة مع نادي الزمالك، لكن زي ما قلت لحضراتكم زيزو بيثير الجدل من خلال صفحته على انستجرام، انه نشر ستوري بصورة ليه مكتوب عليها احتراف وطيارة احد الناس كان المعجبين يمكن منشنه، فهو راح حاططها على الستوري. هيطلع تاني، انا ما كنتش اقصد، ما خدتش بالي، اثارة للجدل، لكن حتى الان موقف زيزو لم يحسب سواء ببقائه او احترافه، واذا كانت مؤشرات بقائه اقل بعض الشيء، مش اقل او يعني بعض الشيء من مؤشرات احترافه، اقرب انه ممكن يطلع يحترف بالخارج. بعض التقارير اتكلمت امس حول المدير الفني السابق او الاسبق بقى بعد رحيله كابتن سواريز، المدير الفني بيتسو موسيماني الجنوب افريقي، والبعض التقارير ربطت اسمه بنادي بورنموث الانجليزي اللي تم اقاله المدير الفني بعد ما شالوا 9 من نادي ليفربول 9-0، وتم الاطاحه بالمدير الفني. بعض المواقع هنا في مصر وبعض المواقع الاخرى يعني جنوب افريقيا وبتاع كله اي هرتله يعني اي كلام، ربطت قال لك اداره بورنموث وبيتسو موسيماني قريب ويعتبر اول مدرب افريقي يدرب في البريمير ليج، وقالوا الميرور الانجليزيه اتكلمت وقالت وبتاع، تيجي تبص على الخبر لا في ميرور ولا في بتاع ولا، احنا هنا بنصيط بيتسو موسيماني اكتر ما بيتسو موسيماني بيصيط نفسه، لكن زي ما بقول لك التصيت ولا الغنى، صيطوني لكن في الاخر انا قاعد، يعني رغم ان الراجل طلع قال لك الاقرب ان انا ادرب المنتخبات خلال المرحله المقبله، وشكله لو منتخبات وبتاع ممكن يدرب في اي نادي في جنوب افريقيا وخلاص، يعني عشان تاني وتالت، وعاش بيقول النادي الاهلي هو اللي بيصنع الاسم، حتى لو جاله مين، ما هو المرحله الفتره وجوده بتاعت النادي الاهلي هي اللي رفعته هذه الرفعه يعني، لكن قصه الدوري الانجليزي وسعت قوي يعني. محمد ابو تريكه الخلوق المحترم من خلال قنوات بين سبورت بيوجه تحيه لوليد سليمان، طبعا اثناء مباراه ليفربول ونيوكاسل انتهت بفوز ليفربول 2-1، ليفربول جاب هدف التقدم في الوقت القاتل يعني. ابو تريكه كان يتكلم عن سليمان واشاد بيه وانتمائه وروحه، وقال ونعم القدر ان تعتزل وانت في الاهلي كبير القاره الافريقيه. ابو تريكه بالفعل وليد سليمان يستحق هذه التحيه واكثر كثيرا جدا. الاتحاد المصري لكره القدم كان نشر تقرير كده عن لجنه الحكام والتطور لجنه، والبعض المواقع قالت ان لجنه الحكام بتطلع تقارير شامله عن انجازاتها في 2022، وانا لو هحط عنوان لتقارير لجنه الحكام الاتحاد المصري لكره القدم هحط عنوان روح البروتوكول والاحتواء، دليل على وفاء هناء. طبعا انتوا عارفين قصه هناء ومين هناء، يعني مش قصه هناء، مش ما لهاش قصه عشان ما حدش يفكر ان في قصص وسيدات هناء، مين هو هناء يعني؟ ميدو، وزي ما قلت حضراتكم قناه المحور رغم ان وجود محمد بركات بيقدم يومين تقريبا مع ميدو في هذا البرنامج، الا ان هي قناه زملكاويه، حتى اليومين اللي بيقدمهم محمد بركات للاسف الشديد الاهلاويه بقوا بيكرهوا يشوفوا محمد بركات يعني، وكلامه عكس فعله في اتحاد الكوره يعني. لكن ميدو بضيوفه مخلين القناه هي قناه زملكاويه رقم 2، مره يتكلم عن الرعايه زي ما قلت لحضراتكم عايز يتساوى بالرعايه، مره يتكلم عن المعلقين ويقول لك في بعض المعلقين اللي على بعض القنوات، ما هو فيش حد بيعلق على مباراه ده غير اون يعني، المعلقين اللي في اون هم معلقين اون، واحد فيهم زملكاوي قوي اهلاوي قوي بس عامل نفسه زملكاوي يعني، رغم ان حاتم بطيشه واحمد بلال علام اكثر الناس اللي بيعلقوا وكمان بيعلقوا على مباراه النادي الاهلي، لكن القله مش عاجبه ميدو يعني، وايضا ديودار مشي معاه. الغريب في الامر بقى ان كمان بيمجد في اداره نادي الزمالك من الامس، طبعا مرتضى منصور كان قال بالامس ان ميدو شبه ابن احمد، هو عصبي بس طيب، يا سلام نجيب كوبايتين ليمون كده والحب مولع في الذره يا بنت يا ثانيه، وكلام رائع هنا. وانت مستشار مرتضى اتغير واداء نادي الزمالك واحترافي وبتاع وطالب يمسك بقى، كلام ميدو. ميدو بقى قال لك ايه النكته الجديده؟ قال لك طبعا لازم يمجد مجلس اداره نادي الزمالك، قال لك
افضل قرار اداري في الموسم هو تجميد الرافدين للتجديد بالزمالك. طب بذمتك يا شيخ، بذمتك يا شيخ، بن شرقي كان موافق يجدد للزمالك ولا رافض؟ هل بن شرقي تم تجميده يميده؟ طيب أنجم بذمتك يا شيخ وحياة أولادك يا ميدو، هل أنجم كان موافق إنه يجدد للزمالك؟ لا. اتجمد يا ميدو؟ لا. بن شرقي اتجمد؟ لا. طيب الجزير يا ميدو، مرتضى منصور طلع بعد إحدى المباريات وقال لك تجميد بن شرقي، تجميد طارق حامد، تجميد أنجم، تجميد رزاق سيسي، تجميد أبو جبل، تجميد أنجم، تجميد تجميد. طب رزاق سيسي الزمالك جمده يميده ولا هو اللي هرب يميده منكم؟ ها طيب طارق حامد اتجمد يميده ولا سك وراح أسبانيا يتعالج يميده؟ ما حدش اتجمد. قال لك أفضل قرار هو تجميد الرافضين للزمالك، ما حدش اتجمد لو سميناه تجميد غير محمد ابو جبل. وكمان بعد ايه يا ميدو؟ بعد ما الزمالك اتاكد انه خلاص وقع للنصر، وكانت محاوله التفاوض مع ابو جبل علشان يسيب جرشينات يا ميدو. انت بتضحك على مين يا ميدو؟ اقول لك اكدت هو رفض وتجميد الرافدين للتجديد. مين اللي اتجمد يا ميدو؟ لا 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 لا، انت بتضحك على الناس، الناس فاكره كل حاجه يا اخ ميدو. يعني امير مرتضى منصور قال لك لحد الان موقف ماتش تشاد لسه لم يحل والمباراه في موعدها والموضوع بيتازم. نادي الزمالك ومحاولات مع نادي انبي لضم الحارس محمود جاد بعد فشل انتقاله الى الدوري الانجليزي عن طريق ويجن، يعني او الى انجلترا عن طريق ويجن بيلعب في الدوري القسم الثاني يعني. فأنباء على أحمد حسن بيقول اقتراب الحارس محمود جاد من نادي الزمالك ب 2 مليون دولار، وأنا بقول لك بأقل من الكلام ده بكتير يا أستاذ أحمد حسن. 2 مليون دولار مين؟ أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي زملكاوي أكتر من مرتضى منصور، وتلاقي الأمور كلها كلام فاضي يا عم الحاج، يا عم الحاج. أحمد حسام آسف حسام حسن والنادي المصري بيقول لحسام حسن كتر خيرك مش عايزينك تكمل معانا، مع السلامه. عقده بينتهي من نهايه هذا الموسم، وكامل ابو علي رئيس النادي المصري فضل عدم تجديد التعاقد مع حسام حسن بسبب رغبه كامل ابو علي انه يجيب مدرب عالمي، مدرب اجنبي اسم كبير لتدريب النادي المصري. ايه رايك يا حسام يا حسن؟ وعايز تمسك النادي الاهلي المصري؟ مش عايزك ومشاك، وعايز تم وتهاجم، وانا ابن من ابناء، وانت رضا شحاته مش ابن من ابناء النادي الاهلي. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم.